أفادت وكالة أنباء رويترز نقلا عن مصدر أمني أن ما يشتبه أنها قوة بحرية إسرائيلية نزلت في بلدة البترون الساحلية شمال لبنان في ساعة مبكرة من صباح اليوم واعتقلت شخصا دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن 19 شخصا قد أصيبوا في منطقة شارون بوسط إسرائيل، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد إطلاق 3 صواريخ من لبنان في وقت مبكر صباح اليوم. كانت خدمة الإسعاف العامة ذكرت في وقت سابق أن 7 أشخاص في بلدة الطيرة بوسط إسرائيل أصيبوا بجروح.